مرحبا برج القوس، أهلا فيكم. برج القوس، أنت مقبل على مرحلة راح تتحقق لك فيها أمنية عاطفية، ولكن دائما بالإنجليزي يقولون be careful what you wish for، احذر مما تتمنى، لأن أحس أن يمكن الوقت القادم اللي راح تتحقق فيه هذه الأمنية وتلتقي بالشخص اللي تتمناه راح يمكن أنت أيضا تكون مشغول أو يصير الموضوع على استعجال حتى قبل أن ما يمديك انك تجهز نفسك. هذا الشخص ما هي مواصفاته؟ حروف اسمه فيها الراء او الفاء او الياء، او ممكن مع بعض موجودين، عندنا حروف الراء والفاء والياء. انزين، برجه، على الاغلب هذا الشخص برجه عقرب، اوكي، او دلو او ميزان. هذه الابراج كلها موجودة امامي. متى راح يكون وقت الالتقاء بينكم وبين برج القوس؟ عندنا رقم 7 على الانستغرام، اذا تذكرون في القراءات السابقة رقم 7 كان يتكرر عندي شخصيا، خصوصا لما انظر بالصدفة. اوكي، ما لازم تكون انت تبحث عن الرقم، الرقم يظهر امامك فجأة. في الانستغرام راح اسوي فيديو خاص بما معنى ان احنا نشوف رقم 7 في كل مكان او نشوفه يتردد، ولكن هذا الكرت يقول انت قريب على تحقيق امنيتك. التواريخ اللي فيها رقم 7، انزين، نهاية الاسبوع، وايضا شهر 7، كلها هذه احتمالات كبيرة يصير فيها اللقاء، ولكن خل اعطيكم معلومات اكثر. في وقت اللقاء في صاير في اشخاص تقريبا نص المجتمع في اجازة بسبب يمكن تعطيل المدارس، ونص المجتمع قاعد يعمل، يعني الاشخاص صايرين ما بين عطلة ما بين عمل. زين، احتمال كبير يكون اثناء الدراسة الصيفية، لان في الدراسة الصيفية ينطبق عليها هذا الشروط، ان الاشخاص اللي يقومون بالدراسة الصيفية يكونون اغلب الطلبة الاخرين في اجازة، وإنما قاعدين يقومون فيها من أجل تحسين الدرجات، من أجل تحصيل المجموع، من أجل أن ينتهون من الدراسة بشكل مبكر، كل هذه الأسباب. ولكن في وقت الالتقاء عندنا تعطيل كبير، وعكسه أيضا في أشخاص كثير قاعدين يعملون. أوكي، هذا هو وقت اللقاء. خلينا نشوف مكان اللقاء وين راح يكون. انت بالذات مكان لقائكم راح يكون مكان، ما بقول رسمي، وانما مكان لا الواحد بالعادة ما يتوقع فيه انه راح يلتقي بهذا الشخص. ليش؟ لان هذا المكان فيه كتب وفي الكثير من منتجات الاخشاب. شنو يعني؟ شنو مثلا راح يكون الكتب؟ نتكلم عن احتمال جامعة او جامع او مكتبة، حتى مكتبة فيها كتب نستطيع ان ندخل داخلها نقرأ كتب، نستعير كتب، كشك يبيع الكتب، هذا كله راح تنطبق عليه الطاقة اني قاعدة اشوف كتب واشم حتى رائحة بعض الكتب تكون قديمة. الاحتمال الثاني ان مكان فيه ايضا خشب، وهذا ايضا ينطبق على ترى المكتبات او المساجد، دائما الاثاث اللي يوضع فيه اغراض الصلاة او عدة الصلاة دائما يكون مصنوع من خشب. هذا ايضا ممكن يكون مكتب، لان في شيء في هذا المكان فيه الكثير من الخشب والكتب. انزين، هذا هو مكان اللقاء اللي احب انوهكم عليه. برج القوس، انتوا راح تكونون موجودين في هذا المكان، وهذا الشخص لما اول ما تقع عينه عليكم راح يكون قاعد اشوفه كانما نازل على الارض وقاعد يعدل رباط حذائه، قاعد يلبس حذائه او يعدل فيه او يحرص ان حذائه في شيء في حذائه قاعد يعدله، فيكون نازل على الارض، نازل على الارض ويميل ويده على حذائه قاعد يضبطه. اوكي، هذا بتكون علامات اللقاء. خلينا نشوف مواصفات شكله الحين. هذا شخص عكس، هذا شخص تقع عليه الكثير من توقعات العائلة. زين،
يعني تشوف شكله من بعيد أبدا ما تتوقع أن هذا أهله بهذا الوضع، لأن أشوف أهله مرتاحين ماديا، ولكن لما تشوف شكله ما راح تتوقع، لأن شكله متواضع، شكله بسيط. ولكن أهله لو عرفت اسم أهله، لو عرفت حياته أكثر بتفصيل، راح تكتشف أنه بالعكس شكله دائما جدا مختلف عن اللي راح تتوقعه من شخص بهذا المستوى. لماذا أقول لك بهذا المستوى؟ لأنه هو وأسرته على مستوى من العلم، أوكي، على مستوى من العلم وعلى مستوى من التقدم في الحياة. هذين أشخاص يأتي من أسرة، مع أن هني لازم أتكلم من شكله، بس لازم أذكر لك شكله أسرته عشان تفهم قصدي. لماذا أقصد أن شكله لا يعكس أنه هو يأتي من أسرة جدا مهمة، أو على الأقل جدا أكاديميين، جدا يعملون في التعليم، يعملون في السلك الدبلوماسي. فهني هو شكله جدا عكس الأسرة اللي يأتي منها، شكله جدا بسيط، جدا طبيعي، متواضع. طوله راح يكون قريب من طولك. برج القوس إذا أنت كنت قصير، هذا الشخص راح يكون طوله قريب من طولك. إذا كنت متوسط راح يكون أيضا مثلك، وإذا كنت طويل أو تميل إلى الطول راح يكون طوله تقريبا مثلك، جدا جدا مقارب لك، يعني يفرق بينك وبينه سنتي سنتين فقط. زين، تميل بشرته إلى أنها تكون فاتحة حنطية، ملامحها ناعمة هادئة. زين، وقت اللقاء راح يكون يلبس حزام، والحزام يمشي مع لون القميص. إذا القميص أسود راح يكون الحزام أسود، إذا القميص بني الحزام راح يكون بني. زين، لأن في تناسق عنده، في زيه بسيط، يعني مو مبالغ في مو من الأشخاص الكثير يهتمون بالمظاهر. زين، وفي شيء قاعد وقت اللقاء أيضا، في شيء إذا وقف بتلاحظ إنه في شيء قاعد يدلى من جيبه، ممكن يكون علاقة مفاتيح أو المفاتيح نفسها، أوكي، في شيء يخرج من جيبه. هذا ستايل، ترى هذا ليس علامة على عدم الاهتمام. الكثير من الحين الذوق العام أو الأشخاص الشبابيين تشوف أن طريقة وضع للمفتاح بأن يكون الميدالية اللي في المفتاح تخرج من الجيب، هذا بيكون أيضا من علاماته. زين، رموشة أيضا هذا الشخص كثيفة، رموشة احتمال أيضا شعر رأسه كثيف أسود غليظ، كل هاي الأشياء راح تنطبق عليه. وهذا هو مختصر شكله، أوكي. يعني مثلا لما يقولون لك هذا ولد فلان شخص معروف، ولكن لما تنظر إلى ابنه راح تشوفه جدا شكله طبيعي متواضع، كأن أي شخص ثاني يمشي في الشارع، ما في شيء فيه غرور أو ما في شيء حتى مميز جدا في شكله، ما عدا أنه مرتب وشكل جدا حيادي في اللبس. خلنا ننتقل إلى أطباعه. هذا شخص جدا متواضع، ما يحب أي شيء فيه غرور، وما يحب أي شيء أو أي أفكار أو تعليقات معناتها أو ترمز إلى العنصرية. زين، هذا عكس. هذا شخص هادئ، خجول شوية، خصوصا في البداية يأخذ وقت عشان يرتاح معك في الكلام، يحب أن يسأل، عنده غلطة في حرف معين، على الأغلب حرف الراء، ما يلفظ حرف الراء بشكل صحيح. زين، حليم، ولكن التقشر الحليم إذا غضب، يعني هذا الشخص جدا صبور هادئ، ولكن وقت اللي يرفض أو وقت اللي ياخذ موقف التقشره، انسحب، تنازل عن موقفك، لأن هذه من أطباعه. زين، يحب الأغراب، يحب الأجانب، يحب الأشخاص اللي يكونون مثلا قاعدين ينظفون الشارع، الأشخاص هذين اللي وضعهم متواضع، حبهم يحب يتكلم معاهم ويعاملهم أيضا بود. زين، هذا شخص يقع عليه الكثير من الثقل، خصوصا من أهله، من أجل أن يحقق تفوق علمي أو ديني أو أكاديمي. زين،
على الأغلب هذا هو الابن البكر لهم، لهذه الأسرة من عائلة مرموقة، ولكن لهاي الأسرة لأمه وأبوه هو أتوقع البكر، أو ممكن يكون آخر العنقود، لأن في طاقة اهتمام كبيرة من الوالدين تجاهه. زين، يكره التصنع، يكره المظاهر، يكره حتى الأشخاص اللي يحكمون على المظاهر. يعني تعرفون ساعات نمر بمواقف يقولون شوفوا فلان شنو لابس، شوفوا فلان شنو ياكل، عنده أموال كثيرة لكن شوفوا شنو ياكل، شوفوا شنو يشتري. هذا شخص أبدا ما يحب هاي الطاقة، ما يحب طاقة التفرقة، طاقة أن نحكم على الآخرين، أي طاقة سلبية فيها هاي النوع ما يحبها. زين، مدلل داخل البيت ولكن خارج البيت هو إنسان جدا بسيط، جدا بسيط. هذا أيضا شخص يجيد أكثر من لغة، يمكن 3 لغات أو أكثر. خلنا نشوف ماذا سيقدم لك قبل الزواج. عندك فرصة برج القوس مع هذا الشخص أنه تنجب له ذرية، فمع الوقت راح يكونون ذرية لأبنائكم، راح يكونون هم ورثة هذا الوضع الاجتماعي المرموق، راح يكونون هم ورثة هذه الأسرة، وضعهم مرموق جدا. زين، أشخاص يمكن عملوا في السلك الدبلوماسي، فلذلك ولكن في بداية الزواج وفي بداية ارتباطكم أهله راح يكونون تقريبا، تعرفون لي كأنه بروتوكول، أهله راح يكونون مخططين كل شيء من أجله ومن أجلك في بداية الارتباط. إذا تحب إنك تدخل حياته ضروري إنه تكون فاهم إن أصلا كل شيء راح يكون مكتوب لكم، كل تحركاتكم، كل خططكم مع الشريك راح تكون مخططة من قبل الأهل، من قبل أهله، خصوصا في بداية الارتباط ما راح يكون عندكم مجال كبير للحرية، ولازم تمشون على كلام أهله في أمور كثيرة، ولازم حتى تتجنبون صدام مع الأهل. هذا هو ثمن إن بعد كذا سنة راح تنالون استقلال مع الأبناء، ولما يكبرون أبنائكم تنالون استقلال أكبر، بعدين أبنائكم هم يصبحون الورثة لهذه العائلة. زين، ماذا سيقدم لك قبل الزواج؟ هذا شخص راح تتزوجون، واحد منكم لحد الآن يدرس وهو أيضا يدرس احتمال كبير، عنده طاقة أن يواصل الدراسات العليا، أو أنه يظل يدرس في حتى دولة أخرى أثناء علاقتكم، أثناء زواجكم. عندكم خيار تذهبون معه، تنتقلون معه إلى احتمال دولة أخرى، مدينة أخرى من أجل دراسته، أو تبقون معه، تبقون حتى مع أهله حتى لو هو كان راح يدرس في مدينة أخرى. عرفتوا؟ في طاقة هني تملك شوي عند أهله. إنزين، هو راح يحرص انه في قبل الزواج انه يسألك الكثير من الامور. يعني هذا انسان حتى لو مالك عاطفيا راح يحرص من اسئلته راح تكون جدا واضحة ومباشرة، ان انت هل مستعد تتفهم وضعي، او تفهم الضغط الهائل الثقل اللي عليه موجود عليه برج القوس. زين، في هني ايضا قبل الزواج راح يتم تلبية اغلب احتياجاتك وطلباتك، منها المهر، منها العفش، منها مو العفش، العفش راح كأنه ما حتى يتم اختياره من قبل اهله، وانما الاساسيات مثل المهر، مثل الذهب، مثل هذه الامور دائما راح تكون احس مجهزة من قبل حتى اهله. لا تنسوا ان هذا الشخص يمكن لحد الان لا يعمل، وأهله وضعهم جيد ويريدون أن يزوجونه، فيتكفلون بمصاريف الزواج، مقابل ذلك يخلونه يدرس زيادة لأنه مخططين لمستقبل كبير. إنزين، هذا أيضا طاقة إن احتمال كبير أن يوفر لك عربية، لأن هني في شيء يخص سبل المواصلات، مو بس الاتصالات حتى المواصلات، فيوفر لك سيارة أو عربية قبل حتى الارتباط، إذا هو وأهله شافوا أن أنت بحاجة إلى هذا الشيء، خصوصا إذا كنت راح تطلب هذا الشيء من أجل دراسة، مو من أجل أريد سيارة عشان أزور أصدقائي أو أهلي، لا، أريد سيارة عشان أذهب إلى الجامعة. فمع هاي الأشخاص راح تقدر فعلا تحصل على مبتغاك إذا عرفت ترقص على أي نغمة. في نغمة معاهم أبدا ما راح تأتي لك بنتيجة، ولا حتى مع الشريك،
ولكن نغمة أخرى راح تأتي لك بالكثير من النتائج. إنزين، هذه الأمور اللي راح يقدمها لك قبل الزواج. خلنا نشوف أسرته. قلت لكم أنا من شوي البكر أو آخر العنقود، أول فرحتهم أو آخر فرحتهم. إنزين، عدد أفراد أسرتهم مو كبير، ممكن 3 ممكن 4. إنزين، أسرة جدا مثقفة، لها تاريخ طويل بالأشخاص الناجحين، بالمهندسين الناجحين، شعراء ناجحين، ملحنين ناجحين، أكاديميين ناجحين، بروفيسورات في الجامعة. هذه طاقة أهله. فعشان كذي أتمنى أنك تفهم برج القوس الثقل اللي راح يكون عليكم في أول سنين الارتباط والزواج، عليكم وعليه. إنزين، أسرتها قلت لكم تهتم بالتحصيل العلمي كثير والتفوق الدراسي، مو كفاية فقط تحصيل علمي. إنزين، ويوفروا لكم سبل الراحة، كل رغباتكم وطلباتكم يوفروها مقابل أن أنتوا تعطوهم أداء. إنزين، مقابل أن أنت ما تعيق أيضا الشريك عن 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 الدرب اللي هما راسمين له. إنزين، احتمال ان حتى بعد ارتباطكم اول فترة الزواج وفي فترة الخطوبة يطلبون منه او يقترحون عليه انه هو يذهب للدراسة، في يكمل دراسته في جامعة اكبر او في دولة اخرى، يذهب مثلا للدراسة في بريطانيا على الاقل لمدة سنة، على الاقل احصل على الماجستير لمدة سنة. اوكي، لان في هني دخول وخروج مفاجئ، او في طاقة ان توكم تزوجتوا محتاجين ان تنتقلون بسرعة، سواء راح تنتقل مع الشريك او راح تظل تنتظره في دولتك. انزين، قلت لكم على الاغلب هذين اشخاص يعملون في وظائف اما تعليمية اما دبلوماسية او مناصب عليا في الوزارات. زين، خلينا نشوف وين راح تعيشوا مع بعض. حتى في مسكنكم راح يكون في دخول وخروج مفاجئ او دخول وانتقال مفاجئ، لان هني راح يكون عندكم مسكنين في البداية، واثنينهم هذين المسكنين مو ملك لكم، احتمال ملك لاهله مدفوعين من قبل اهله، احتمال احد المسكنين يكون في مسقط رأسكم في المدينة اللي تعيشوا فيها، ولكن اشوفه كأنما مسكن منفصل عن اهله، مستقل عن اهله. اوكي، والمسكن الثاني راح يكون ايضا في الدولة اللي الشريك راح يروح يعمل فيها او راح يرسلونه من اجل ان يدرس فيها. يعني في بداية الزواج راح تكونون ما بين مسكنين مستقلين في المسكن، نعم، ولكن كل الوضع كل اموركم صايرة في تحت جناح اهله لحد ما تنالون الاستقلال. زين، خلنا نشوف الحين ماذا سيحب فيك الشريك. سيحب فيك الشريك ان انت انسان جدا ايجابي ودائما تدعمه وتشجعه وتتفهم حتى وضعه. زين، هذا الشخص اذا وقفت معاه في فترة ما قبل ان يحصل على وظيفة احلامه او ما قبل ما يحصل على الدرجة العلمية اللي يسعى عليها، راح يكون جدا يذكرك ويقدرك بعد ما يحصل عليها، راح يكون يضعك أولوية بعد ما يحصل عليها، لأنه راح يذكر لك معروفك وجميلك. صح قلت لكم مقابل أول فترة راح يكون مطلوب منكم الكثير من التنازل والمرونة وإن أنتوا ترتبوا وضعكم على أساس وضعه، ولكن على المدى الطويل هذا شخص راح يذكر جمالك، ومع الوقت يضاعف لك المردود بجمالك. يعني مثلا وقفت معاه 6 شهور أو سنة، يظل طول العمر يذكر لك هذا الجميل، شخص جدا مخلص، شخص جدا حتى مع الوقت تشوفه دائما يفتخر فيك ودائما يحرص أن أنت صاحبه في نجاحاته، يأخذك على الأماكن مثلا اللي يأخذك معاه، ويحب أن أنت شاركه نجاحه يصير نجاحكم أنتوا الأثنين. خلينا نسحب الحين كارت نشوف هل راح يكون هذا الشخص من مدينتك أو مدينة أخرى، من دولتك أو من دولة أخرى.
من نفس منطقتكم، من نفس منطقتكم، مو بعيد عنكم هذين الأشخاص. إنزين، واحتمال كبير إن هم يكونون كانوا جيران أو جيران لأحد مهم أنتوا على صلة فيه. ممكن يكون أحد من أعمامكم، أحد من الأهل يسكنون في منطقة كأنما مرتفعة عنكم، إما مرتفعة عنكم أو الحي نفسه أرقى من حيكم. في فرق ما بين الحي اللي هم يسكنون فيه والحي اللي أنتوا تسكنون فيه، وإن كان في نفس المنطقة، وإن كان في نفس الدولة، وإن كان في نفس المدينة، نفس الحدود، نفس السياج. بس شفتوا مثلا مدن معينة شلون يراونكم من بعيد، إن مدينة واحدة بس فيها حيين. هذا الحي اللي يسكنون الأشخاص اللي دخلهم متوسط، والحي الآخر تشوفون كل المباني كبيرة، المباني متطورة، مباني جديدة أرقى. هم يسكنون في الحي الأعلى الأرقى أو اللي أعلى فوق تل أيضا. أعزائي برج القوس، هذه كانت قراءتي.